اللي هو حكم طاعة الوالدين في كل هل طاعة الوالدين يعني واجبة في كل تفاصيل الحياة؟ يعني أي أمر من أمور الحياة يأمرك به الأب وتأمرك به الأم ينبغي عليك أن تطيعهما في كل تفاصيل حياتك يعني؟ نستطيع أن نجيب على هذا السؤال ونقول بأن الولد غير ملزم. طبعا كلمة الولد هنا بتطلق على الإيه؟ على الذكر والأنثى يعني، لأن كلمة الولد في اللغة تطلق على الاثنين معا، الابن والابنة يعني. إن الولد غير ملزم بطاعة والديه فيما يتعلق بشؤونه الخاصة ما دام أنه ملتزم فيها بشرع الله سبحانه وتعالى، مثل أن يلزمه مثلا بأن يتزوج امرأة معينة كما تفعل بعض الأمهات من إلزام ولديها من الزواج من إحدى قريباتها، أو أن يطلق زوجته بسبب خلاف وقع بين الأم وزوجة الابن. وكذلك الأمر بالنسبة للبنت إذا أجبرها أبوها على الزواج من شخص لا ترضاه، كان يكون هذا الشخص مثلا سيء الأخلاق ولو كان ابن عمها. وفي هذه الحالات وأمثالها إذا امتنع الولد من طاعة والديه لم يكن عاقا، يعني هذه الحالة ليس فيه عقوق. يقول لما ابن تيمية، لأن طبعا كثير من الناس بيفهم طبعا موضوع أنه أي شيء يأمر به الأب أو تأمر به الأم ولم ينفذ بيخاف من مسألة العقوق. فيقول لما ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى. فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه. يعني بقول أيضا أن كما أنه لا يجوز الأب مثلا أن يكره ابنه أو يكره ولده على أكل ما، فكذلك لا يجوز في الزواج، لأن حتى موضوع الأكل ممكن أنه يتحمله ساعة، لكن الزوج ده يتحمله بقية الحياة. وإن احتج أحد بما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت لي امرأة أحبها، وكان أبي أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي. وهذا الاحتجاج فيه نظر، لأن عمر رضي الله عنه عندما أمر ابنه بطلاق زوجته كان له سبب شرعي لذلك. وأين آباء اليوم من عمر رضي الله عنه؟ وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. فقال له الإمام أحمد: لا تطلقها. فقال الرجل: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟ ولما سئل الإمام ابن تيمية على رحمة الله عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة كعادة الأمهات يعني دائما أو معظم الأمهات يعني، والدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، خد بالك السؤال لمن؟ لابن تيمية رحمة الله. فالوالدة تكره الزوجة وتشير على ابنها بطلاقها، فهل يجوز له طلاقها؟ فأجاب الإمام ابن تيمية: لا يحل له أصلا أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها. يعني البر الأم شيء، والإحسان إلى الزوجة دي لأن دي لها نوع من الإحسان، وهذه لها نوع من الإيه؟ من المعاشرة بالمعروف. يعني كل واحد له نوع من الإيه؟ من المعاملة بالبر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام ابن تيمية: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها. وسؤل أيضا ابن تيمية عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطوعها البنت، فهل عليها اسم في دعاء أمها عليها؟ فأجاب رحمه الله: دينا حالة يعني الأم هي اللي بتقول للبنت أن تتطلق من إيه؟ من زوجها. فأجاب رحمه الله: إذا تزوجت المرأة لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها ولا في زيارتهم، بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها. يعني طاعة زوجها أحق من طاعة أبويها. وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة. وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها، إلا أن يكون مجتمعين على معصية أو
يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة عليه على كل مسلم. وهنا انتهى كلام الإمام ابن تيمية. خلاصة في هذا الأمر يعني أن طاعة الوالدين فريضة من فرائض الله عز وجل، كما أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، ولكن طاعة الوالدين لا تكون إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الإيه الخالق. هذا بالنسبة للإيه لموضوع يعني هل طاعة الوالدين واجبة على الدوام، ولا من الممكن أن الأب أو الإبن يعني لا ينفذ كلام الأبوين في أمر ما من أمور الحياة أو من شؤون الحياة. جزاكم الله خير وبارك الله. لو في سؤال برضو آخر.